السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم أينما كنتم في مشارق الأرض ومغاربها، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أحبابي الكرام، نتكلم اليوم عن التابعة، ومن هذه التابعة أو أعراض التابعة التي تؤكد أن الإنسان مصاب بتابعة منها 5 أعراض. هذه 5 أعراض هي التي تؤكد لنا أن الإنسان مصاب بالتابعة، لا في عمله ولا في رزقه ولا في صحته. فمن هذه 5 أعراض، أولا هو الإنسان دائم ضيق في صدره، دائم ضيق في صدره، لا يستطيع التنفس بشكل جيد بإذن الله عز وجل. ثانيا ألم في الرأس، دائما ألم في الرأس. ثالثا هو الإنسان حينما يريد أن يذهب للعمل يأتيه العمل ثقيلا والأكتاف كأنه يحمل على أكتافه الجبال، لا يستطيع أن يذهب إلى العمل، وتأتيه المشاكل الصدرية وضيق في الصدر، ويأتيه الخوف من العمل والخوف من الناس. فهذه تكون تابعة بعين وحسد، تكون تابعة بعين وحسد، لأن سبحان الله تقول لك ويل لمن أشارت إليه الأصابع ولو بالخير، فكيف لمن أشارت إليه الأصابع ولو بالشر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. فالعين والحسد هما اللذان يسببان هذه المشكلة التابعة. فتابعة العين والحسد خطيرة جدا. المشكل الرابع أو من الأعراض الرابعة هو فشل في الرجلين، فشل في الرجلين بإذن الله. وخامسا كما قلنا 5 أعراض بإذن الله، وخامسا هو يكون مرة قبط ومرة إسهال أو غثيان، أو غثيان، حتى يكون المرض، لأن العين والحسد التي تصيب الجسم تسبب لنا أخلاطا في المعدة، فيجب على الإنسان دائما أن يستفرغ تلك الأخلاط حتى يرتاح، وهذا مجرب عندنا في مركزنا بإذن الله عز وجل. يجب عليه أن يرتاح دائما، ويكون الإنسان دائما كثير الاستغفار. ومن العلاجات بإذن الله سبحانه وتعالى أن يكثر من الاستغفار، ويكثر من سورة ألم نشرح لك صدرك، يضع في الصباح، يستيقظ الإنسان بإذن الله حينما يقول أذكاره ويتوضأ ويريد أن يذهب إلى العمل، يضع يده على ناصيته هكذا، ثم يقرأ الإخلاص والفلق والناس، ثم يضع يده على صدره ويقرأ ألم نشرح لك صدرك 7 مرات. من وخلال هذه، يعني من خلال العلاجات بالليل بإذن الله سبحانه وتعالى، حينما يأتي للنوم يأخذ زيت زيتون يقرأ فيه ما تيسر من كلام الله. وكما لاحظتم أنا دائما أقول ليقرأ الإنسان ما تيسر، لأن ليس كل إنسان يحمل كتاب الله كاملا، بل الله قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الإنسان دائما يقرأ ما تيسر من كلام الله. الأصل في القراءة يكون بالخشوع، وتكون النية صافية لله عز وجل: إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. النبي صلى الله عليه وسلم أقر الرقية بالفاتحة عليه الصلاة والسلام، فالفاتحة هي أم القرآن، والسبع المثاني أجمل شيء في القرآن، يجب على الإنسان أن يقرأه دائما وأبدا على أولاده وعلى زوجه، ويقرأه على نفسه. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.